كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا يوجد أكرم من هذا النبي الكريم من البشر أبدا، كان كالريح المرسلة، حتى قال قائلهم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. جاءه رجل يوما وقد رأى بعض الغنائم وقد ملأت الوادي، فقال الرجل من يملك هذه؟ إنه لذو حظ عظيم، وكان النبي يملكها من فيء فأفاء الله عليه به. قال من يملك هذه؟ لذو حظ عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن تكون لك؟ أتحب أن تكون لك؟ قال إي والله، رجل صريح، قال إي والله يسرني ذلك. قال فإنها لك. قال أتهزأ بي؟ أتهزأ بي؟ قال لا، وإن شئت فسقها فانظر من يمنعك. فنزل الرجل فساقها فلم يقل له أحد شيئا، وساقها وانطلق فيها، فدخل على قومه فقال يا قوم ادخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.